عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستاك بسواك الرطب، قال: وطرف السواك على لسانه وهو يقول: أع أع، والسواك في فيه كأنه يتهوع. نعم، هذا الحديث فيه أيضا التسوك بالعود الرطب، وأنه مثل اليابس، أنه مثل اليابس، وفيه التسوك على اللسان. التسوك إذن يكون على الأسنان، ويكون على اللثة، ويكون على اللسان، هذه الثلاثة يمسحها بالمسواك ليزيل ما عليها من مخلفات ومن رائحة كريهة. والمسواك أحسن ما يستعمل فيه عود الأراك، هذا هو أحسن ما يستعمل في السواك، ويجوز بغيره من كل ما يحصل به المقصود، يجوز بسائر الأشياء التي يحصل بها المقصود، مثل العرجون، عرجون النخلة، أو أي عود لين، أي عود لين يزيل رائحة الفم يستعمل. حتى قالوا حتى بالخرقة أيضا وبالأصبع، ولكن الأفضل أن يكون بالمسواك، الأفضل أن يكون بالمسواك. وأفضل أنواع المسواك الأراك، لأنه طيب الرائحة، ولأنه لين، ولأنه يبقى مع الاستعمال، لا فيه خواص. نعم. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم. قوله يقول أع أع يعني أنه يستعمل السواك حتى إنه يكاد يتقيأ، أع أع يعني يكاد يتقيأ من استعمال السواك، فيه المبالغة باستعمال السواك حتى ينظف الفم وتطيب رائحته. نعم، ما يكفي أنه يدخل السواك بفمه، لا، التسوك صفته أن يستاك عرضا، يقبض المسواك بيده اليسرى لأنه من إزالة الأذى، واليسرى تستعمل لإزالة الأذى كما سبق، فيقبض المسواك بيده اليسرى ثم يبدأ من الجانب الأيمن من أسنانه ويمره إلى الجانب الأيسر عرضا، يستاك عرضا. وأما اللسان فيستاك طولا، على طول اللسان، ويبالغ، حتى أن الرسول يقول أع أع يعني يدخل إلى أقصى اللسان لإزالة ما عليه من الرائحة. استاك عرضا على الأسنان وعلى اللثة، ويمسك المسواك بيده اليسرى ويبدأ من اليمين إلى اليسار، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيامن في تنعله وترجله وطهوره، وهذا من الطهور، فيبدأ بأيمن الفم. هذه صفة